آلات مذهلة لحصاد محاصيل متعددة. يتم استخدام تقنية الزراعة الحديثة لتحسين الأنواع الواسعة من ممارسات الإنتاج التي يستخدمها مزارعون. إنها تستخدم مجموعة متنوعة من المعدات المختلطة ذات التكنولوجيا الفردية والكثير من دعم الطاقة في شكل مياه الري والأسمدة والمبيدات الحشرية. الآلات الأكثر شيوعاً والآلات المستخدمة في المزارع تشمل الجرارات، المكبس، الحصادات، المحاريث والمحشات والمزارعون والرشاشات. لم تعد الزراعة إنتاجاً صغيراً، ولكنها إنتاج يتم باستخدام آلات ضخمة على آلاف الهكتارات. وتعني زيادة الكفاءة أن العالم لديه إمكانية الوصول إلى أي طعام يريده في أي وقت. دعنا نلقي نظرة على 5 آلات حديثة زادت بشكل كبير من كفاءة وإنتاج العمليات الزراعية في جميع أنحاء العالم. حصادة البطاطس الصغيرة. تقوم هذه الآلة بحفر البطاطس من التربة عن طريق فصل التربة عن الجذور. إنه يعمل على نطاق صغير، ولكنه يفصل التربة بسرعة لتقليل مشاكل حصاد البطاطس. على الرغم من أن الصورة تصور آلة صغيرة الحجم، لكنه يتم استخدام نفس التقنية في منصات السحب الجرارة لحصاد البطاطس على نطاق أوسع. التلقائي في صف التعشيب. الأعشاب الضارة هي ممارسة مهمة في الزراعة. يمكن أن يؤدي نمو الأعشاب الضارة إلى مقاطعة نمو المحاصيل، مما يؤدي في النهاية إلى عدم توفر المواد الغذائية. تعمل هذه الآلة على تمزيق الأعشاب بسرعة وفعالية دون الحاجة إلى الإضرار بالمحاصيل الأصلية. قد يؤدي ترك حقولك إلى النمو الزاحف للسماح للأعشاب الضارة والموسمية بخنق محاصيلك النقدية وترك المزارع بنسات. المبيدات الحشرية ومبيدات الحشائش شائعة، لكن الكثير منها يتعارض مع المواد الكيميائية التي قد تكون ضارة ومخبأة. آلة حلب البقر التلقائي. يستخدم البقرة في مجتمعنا الهندي للحليب والعديد من المنتجات الأخرى المصنوعة منه، ولكن إذا كان هناك طريقة سهلة للخروج من حليب البقر من خلال الجهاز، يمكن أن تعزز الإنتاجية في الزراعة في نهاية المطاف عن طريق زيادة إنتاج الحليب في البلاد. حصاد الجزر وفصله. لا تختلف هذه الآلة عن حصادة البطاطس، ولكنها توفر سهولة في حصاد الجزر من الأرض جنباً إلى جنب مع الجذور التي يتم حفرها بعمق داخلها. تعتبر الماكينة نعمة في الحصاد، حيث يمكنها استحلاب معدل حصاد الجزر. حصادة الخس الآلية. هي آلة قوية لتشفط بقايا المحاصيل والأوراق على الأرض، وهي مصممة لمنتجي المجموعة الرابعة من خلال 4 عجلات توجيه. يتم توزيد المضخة بقضبان تحويل جانبية، وبالتالي تقليل مشاكل حصاد الخس. هذه الآلات تعزز حتماً الإنتاج بطريقة أو بأخرى، مما يقلل من القوى العاملة ويعزز تلقائياً اقتصاد البلدان. بغض النظر عن مدى تقدمهم، إلا أنهم يمكن أن يكونوا مستقبل الزراعة الهندية بطرقهم المبتكرة.